الجزء الاول اللي كان متجوز زينة الشربيني توفى مصطفى درويش، فعشان كده انا عملت ولدته بقى. هالكلمات بتكون ميمي جمال كشفت لسلامتك على التطورات اللي راح تحدث بمسلسل كامل العدد الجزء الثاني، واللي واضح ان صناعه ما راح يغيروا في دور الراحل مصطفى درويش، وانما راح يخلون الكل يستذكره من خلال الشخصيه اللي بتقدمها ميمي. ما بتقدرش تمسك نفسها، هتموت وتتخانق في المستشفى، مش نافعه. امه اللي جايه تطمن على الاحفاد بقى وبتتدخل في كل شيء، دور كوميدي بس لذيذ. وهذا مو كل شيء، فكامل العدد هو فقط واحد من ثلاث مشاريع اللي بتحضرهم لرمضان 2024. فالعمل الثاني حيكون مع احمد السقا بمسلسل العتاوله، وراح يكون من اخراج احمد خالد موسى وانتاج صباح اخوان. المسلسل ده معمول ما شاء الله، حدوته حلوه، دمها خفيف. انا يعني ساكنه في البيت، بيت المفروض شقتين قدام بعض، شقه هو وامه فريده سيف النصر، وانا الشقة التانية قدامهم، بيخبوا عندي حاجات، بيجيني زهايمر. وهالتفاصيل كان ايضا كشف لنا عنها السقا وقت لقائنا فيه. هو مسلسل اسكندراني عندنا زي ما بنقول، يعني عن اسكندرية. الحياة هي حدوتة درامية كبيرة، يعني موجودة في دمياط وفي اسكندرية وفي بنها وفي الدقهلية وفي كل حتة. وجودها بهالعمل هو من الاشياء اللي حمست ميمي للانضمام له، فهي بتعتبره عشرة عمر. علاقتي بالسقا كانت من ايام جوزي الله يرحمه حاج حسن مصطفى، كان صاحب ابوه صلاح، فالعشرة من سنين كان هو لسه صغير. وهالكلام أيضا بينطبق على طارق لطفي اللي حيكون أحد أبطال المسلسل. طارق اشتغلت معه كتير، اشتغلت معه حد في بحر، واشتغلت معه حاجات كتير مع طارق. وجود هالنجوم كلهم بعمل واحد، ميمي بتعتبر قوة وما في أي نوع من المنافسة. ذكاء من المنتج إنه يجمعهم، يعني الناس كتير، الممثلين نفسيتهم حلوة، يعني هما ما فيش حد بيقول لي إيه أنا ما اشتغلش مع ده، لا لا، كلهم مع بعض بيشتغلوا بشكل جميل، الروح بقت حلوة يعني.